الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة في هذا المهرجان. ولي عهد دبي حاضرا في كل انطلاقاته في هذا اليوم الجميل الذي خصص لسن الحولي والزمول 8 كيلومترات. مسافتنا تتنافس هذه الشعارات. شوطنا 11 خصص الزمول المحليات الأصايل. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق، نتمنى ناموس يا الإخوة المشاركين المنطلقين في هذه الانطلاقات. اذهب إلى هملول، هجن الرئاسة لمحمد العتيج، بن زيتون لمهيري، النقل على المركز الثاني. اللي في المركز الثاني وصلنا مبعد في ثاني المراكز، هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي من حل ثانيا شاهين. اللي وصل في المركز الثالث هجن العاصفة غياث الهلالي. انتقل وياكم الى المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسيف بن عتيج بن محمد العميمي. نقلتنا الى المركز الخامس، اللي في المركز الخامس الصحاف في خامس المراكز، الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن يمعة بن عبيد بالدبيل حاضرا هنا في هذه الانطلاقات الجميلة. بينما اللي في المركز السادس، اللي في المركز السادس وصل هناك من الجانب الآخر أيها الإخوة. وصلنا في هذه اللحظات هملول لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي، النقل على شاهين. ثامن وتاسع المراكز هجن العاصفة غياث الهلالي، وفي المركز العاشر الواش يأتي عاشرا لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي. هكذا أيها الإخوة دعنا على حضراتكم العشرة المراكز الأولى المقررة لهذا النداء. نتمنى في هذه الرحلة، رحلة الزمول المحليات الأصايل، رحلة جميلة واستمتاع حتى اللحظات الأخيرة، حتى الرمق الأخير. نتمنى لجميع المؤسسات وشعارات أصحاب السمو الشيوخ هذا التألق الجميل، هذا التألق المميز. أذهب هناك إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط هملول. من مسيطر على زمام الأمور؟ اللي مسيطر على المركز الأول حتى هذه اللحظات الجميلة، حتى هذه اللحظات المميزة. أيضا هناك لهجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري مسيطرا متابعا لكل هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة. المركز الثاني مبعد في ثاني المراكز، ايضا لهجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي. ما شاء الله تبارك الرحمن في هذه الانطلاقات. شاهين اللي حلف المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسيف بن عتيج العميمي حاضرا لهذه الانطلاقات. انتقل بدوري الى المركز الرابع شاهين، هجن العاصفة غياث الهلالي ايضا حاضرا متابعا لهذه الانطلاقات مضمرا لهذا الشعار. انتقل وياكم الى المركز الخامس، اللي في المركز الخامس النادر هجن الرئاسة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيني. بينما اللي في المركز السادس شاهين ايضا لهجن العاصفة غياث الهلالي، غياث الليالي متابعا لكل تحركات شاهين. النقل على المركز السابع، اللي في المركز السابع شاهين هناك لهجن الرئاسة ايضا راشد بن محمد بالسم المنصوري. وثامن المراكز هناك شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي من يتابعه في عملية تضميره. انتقل بدوره الى المركز التاسع هملول لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي حاضرا لكل هذه الانطلاقات. شاهين ايها الاخوة على المركز العاشر
لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن حمد بن شينان المري. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كان الوصف التفصيلي للعشرة المراكز. ولكن أن سألتوني عن الموقع، ما بقى من الكثير إلا القليل، أسامي كثيرة لن يحن موعد دخولها في عالم النداء. الزمول، المحليات، الأصايل المتجهة إلى المقصورة الرئيسية، اللي تبى الناموس، اللي بن الناموس، اللي بن المركز الأول. ولكن 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 هملول ما زال مسيطرا، ما زال منفردا عن بقية المراكز. انفراد كلي، انفراد كلي بالشعار الأحمر، بالشعار الخطر، بهذا اللون الجميل لهجن الرياسة. والمتألق محمد بن عتيج بن زيتون المهيري حاضرا أيضا بسعيد مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. ولكن المركز الثاني مبعد، اللي حلف المركز الثاني هناك لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي بالجمايل، بالجمايل مستعد للحظات الأخيرة. انتهينا من النصف الأول، يبقى النصف الأخير من عمر هذا الشوط، 4 كيلومترات اللي بقن من خط النهاية، 4 كيلومترات. والسير تلقائي في هدوء صامد حتى هذه اللحظات. انتقل إلى المركز الرابع اللي وصل شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي مضمرا ومتابعا لهذا الشعار. النقل على المركز الخامس، وصل النادر، وصل النادر أيضا بورقة ثانية هنا لهجن الرياسة. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما اللي في المركز السادس، اللي في المركز السادس ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا وصلنا هملول هجن الرياسة وعلي بن يمي اللوهيبي أيضا حاضرا سابع المراكز شاهين لهجن الرياسة. راشد بن محمد بالسم المنصوري وصل العمدة منتقلا من موقع إلى موقع مع المارد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن حمد بن شينان المري ثامنا. انتقل وياكم الى شاهين اللي وصل في تاسع المراكز، هجن العاصفة غياث الهلالي الذي يواصل انجازاته متابعاته مع هذا الشعار. النقل على المركز العاشر، اللي في المركز العاشر الواش هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي حاضرا لهذه الانطلاقات. هكذا ايها الاخوة ذعنا على حضراتكم ندائنا الثالث للعشرة المراكز الاولى. الله يا هملول، الله يا هملول مسيطرا حتى هذه اللحظة على مقدمة هذا الشوط، مسيطرا سيطرة جميلة على المركز الاول بدون اي توامر ولا شبه وامر تذكر عليه. ما شاء الله يتلفت يمين ويسار، يبى صوت مضمرة، يبى صوت مضمرة، يبى يسمع نسيم مضمرة. نتمنى التوفيق لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما اللي في المركز الثاني، اللي في المركز الثاني مبعد ايضا لهجن الرياسة وعلي بن يمي اللوهيبي حاضرا. ولكن ارى التغيير اللي طرى وجرى من الجانب الثاني، هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسيف بن عتيج بن محمد العميمي حاضرا مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة. انتقل وياكم الى النادر اللي غير الى المركز الرابع، هجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما اللي في المركز الخامس هملول لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي. وصل العمدة منتقلا من مركز الى مركز، منتقل من موقع الى موقع. من يقدم المارد؟ المارد، المارد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن حمد بن شينان المر
الحريري. هكذا كانت هي النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة للمراكز ذعناها لنا عودة هنا عند حزام الغابات إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى التغيير الذي طرى وجرى على المركز الأول. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا شاهين، شاهين يا شاهين، الشعار اللي يعرف طريق الناموس، اللي يعرف المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يلا يا سيف يا بن عتيجة بن محمد يا العميمي اللي غير على الصدارة، اللحظات التي دائما تبغي لها شوي تكتيك، اللحظات اللي تبى تركيز في هذه اللحظات الجميلة. المركز الثاني هناك هملول لهجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري المارد المارد المارد. ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، العمدة العمدة عبيد بن حمد بن شينان، النقل على المركز الرابع ولكن نكتفي بهذا القدر. الكيلو الأخير، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة من هذه اللحظات الجميلة، من هذه اللحظات الجميلة. الله لهذه عوايده، أشهد أنه له عوايد، أشهد أنه له تاريخ، أشهد أنه سجل حافل بهذه الإنجازات والسلالة الشاهنية التي تفرض وجودها وتفرض وجودها وتفرض حركتها في هذه الانطلاقات. تهانينا للداعم الرئيسي دائما لهذه الرياضة، الداعم الرئيسي لهذا التراث العربي الأصيل سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. حفظك الله ورعاك يا أبو راشد على هذا الاهتمام الكريم لهذه الرياضة، تراث الآباء والأجداد. سيف بن عتيج العميمي، شكرا شكرا يا العميمي على أداء شاهين وثبوت مستواه الجيد في هذا العالم الجميل، هذا العالم الساحر. تهانينا والناموس وسلام. سلام زعبيلي، سلامي لزعبيل، سلامي لزعبيل، سلامي لسلالة شاهين. ما شاء الله تبارك الرحمن، تهانينا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. شكرا سيف بن عتيج بن محمد العميمي على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. المركز الثاني لهجن العاصفة، المركز الثالث لهجن الرياسة، المركز الرابع أيها الإخوة اللي في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هجن الرياسة. أتت خامسا، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وسيف بن عتيج العميمي له الشكر والتقدير على أداء شاهين هنا في هذا الانطلاق الجميل، مهرجان ولي عهد دبي. حفظك الله ورعاك يا أبو راشد، الداعم دائما لهذه الرياضة. 12 دقيقة 44 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهاني دائما موصولة سيف بن عتيج العميمي شاهين اللي وصل في ثاني المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن. أيضا هجن العاصفة 12 دقيقة 44 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، شكرا غياث الهلالي على هذا الأداء الجميل والمميز. ثالث المراكز هناك أيضا بشعار هجن الرياسة 12 دقيقة 44 ثانية، ثمانا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لعلي بن يميل الوهيبي على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس.